أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصويت مجلس الأمن على قرار يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في الحديدة. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار البريطاني بشأن مدينة وميناء الحديدة. القرار ينص على نشر 75 مراقبا دوليا لمدة 6 أشهر، وذلك لمراقبة سير وقف إطلاق النار وعملية إعادة الانتشار للقوات الحكومية وميليشيا الحوثي وفقا لاتفاق ستوكهولم. يأتي هذا بعد تعثر اللجنة المشتركة بقيادة اللواء الهولندي باتريك كاميرت في تنفيذ الاتفاق جراء مماطلة الحوثيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يعيد هذا القرار بعث الحياة لمخرجات اتفاق السويد بعد تعثره؟ وما هو مستقبل المسار الميداني بعد بعث المراقبين الجدد إلى الحديدة؟ بعثة مراقبة أممية في مهمة الحفاظ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهي البعثة التي أوصى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، والتي من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد صاغته بريطانيا يطالب بنشر البعثة على وجه السرعة. وفقا لما أوردته وكالة رويترز، فإن مشروع القرار يسمح بنشر 75 مراقبا أمميا في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل إجراءات نشر القوات المشتركة. ورغم أن مسودة القرار تدعو الدول الأعضاء لدعم تفويض بعثة المراقبة، إلا أن التوقعات بفاعلية البعثة بدت ضئيلة حتى ممن أوصى بها، فالأمين العام للأمم المتحدة وصف عمل البعثة بحسب رويترز بالوجود الخفيف لرصد تنفيذ الأطراف لاتفاقية السويد وتقييم الحقائق على الأرض. الكثير من المراقبين يشككون في فاعلية عمل البعثة، خصوصا وأن مجلس الأمن قد صوت الشهر الماضي على إرسال فريق مراقبة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، ولم يحرز هذا الفريق نجاحاً حقيقياً في مهمته، وتبقى إمكانية نجاح البعثة الدولية فيما فشل فيه الفريق الأممي السابق مرهونة بمدى جدية المجتمع الدولي في دعم الحفاظ على عملية سياسية يقودها المبعوث مارتن، وهي عملية سياسية هشة بوصف الأمم المتحدة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. إذن قرار أممي جديد استكمال لنشر البعثة الآن 75 مراقب في بعثة سياسية، ما أبرز ما يمكن أن يقال في هذا السياق برأيك؟ طبعا هذا يدل على يعني تخوف الأمم المتحدة من فشل اتفاق السويد الذي يعده مارتن غريفيث إنجازا له شخصيا، وحشد له الحشود الدبلوماسية لدرجة أن أمين عام الأمم المتحدة حضر ذلك التوقيع على ذلك الاتفاق، وحضر اليوم الأول عفوا. لكن طبعا يعني التفاصيل ونشر القوات كما جاء في القرار يحتاج إلى وقت، خاصة وأن الأمين العام طلب معدات عسكرية، ولأن البعثة الموجودة الآن بلا معدات عسكرية. هذه المعدات العسكرية منها عربات نقل وعربات مدرعة للحفاظ على أمن وسلامة الفريق الدولي. يعني هي معدات أمنية إذن وليست عسكرية، لأن البعثة هي بعثة سياسية وليست تحت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لكن في الأخير هذه المدرعات، وإن كانت يعني سميت مدرعات أمنية والبعثة هي سياسية، ولا توجد بعثة سياسية، البعثة السياسية مكانها في قاعات التفاوض، لكن هذه بعثة وهذا مراقب عسكري لمراقبة وقت إطلاق النار، وهو يحتاج أثناء تنقل فريقه من الحديدة إلى الصليف إلى رأس عيسى وداخل المدينة وحول الميناء يحتاج إلى حماية، وبالتالي لابد أن توفر له مسائل الحماية المدرعة والسلاح المدرع والعربات المدرعة بما تدخل ضمن التصنيفات العسكرية. لكن أيا كان فالبعثة هي ليست كافية لمراقبة 3 موانئ يعني بعيدة عن بعضها، لكن هي كما قال الأمين العام بعثة خفيفة لمراقبة وقت إطلاق النار.
الشيء الواضح أنه ظهرت مؤشرات خلال الأيام الماضية تدل على أن الحوثيين بصدد ربما الإعلان عن فشل الاتفاق التالي، الإعلان عن أنه لا يعنيهم أو أنهم على أحسن الاحتمالات يفشلون الاتفاق بشكل عملي دون أن يتعرضوا للإعلان عن فشله من جانبهم هم، لأنهم يريدون للطرف الآخر أن يعلن عن فشل الاتفاق. لكن عندما لا يحضر الحوثيون إلى اللجنة المشتركة للمرة الثانية، عندما طبعا يسلمون الميناء لميليشياتهم بزي رسمي يمني، عندما يقول محمد عبد السلام قبل أيام بأن السيد كاميرت يعمل على تنفيذ أجندة أخرى ويدعو مارتن جريفيث إلى التدخل لحماية اتفاق السويد، فهذا يعني أن الحوثيين يرغبون بإحداث شق بين المبعوث الدولي مارتن جريفيث والمراقب الدولي باتريك كاميرت من أجل أن يلعبوا من خلال هذه الخلافات التي يظنون أنهم يمكن أن يحدثوها في البعثة الدولية. اليوم طبعا أبدى المجتمع الدولي تصميما، طبعاً ليست هذه هي رغبة اليمنيين وليست هذه هي ما أراد اليمنيون لهذا الصراع أن يصل إليه بتدخل دولي سافر في شأن داخلي يمني، لكن هكذا شاءت الأقدار أن يتدخل المجتمع الدولي والتعنت الذي أوصل إلى هذه النقطة. لكن بما أن المجتمع الدولي قد تدخل، فأنا أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حساسية وستكون أكثر جدية مع انتشار عدد أكبر من المراقبين الحاليين في الموانئ الثلاثة، والبريطانيون طبعا يعتبرون هذا قرارهم ويعتبرون أيضا أن مواطنهم مارتن جريفيث يجب أن ينجح. ولا ننسى أيضا أن هناك أبعادا للصراع خفي بين بريطانيا والإمارات فيما يخص الساحل الغربي، لأن البريطانيين هم الذين من وجهة النظر المراقبة سعوا إلى إفشال معركة الحديدة وعدم اكتمال أهدافها، نظرا يعني رغم التحالهم مع الإمارات ورغم العلاقة الوثيقة، لكنهم ما أرادوا الإمارات أن تحسن في هذا الموضوع. طبعا رد الإماراتيون بحكم بأحد مواطني بريطانيا بالتجسس، الأمر الذي انتهى في الأخير بالإفراج عن هذا الجاسوس بعد أن حكم عليه بالسجن، لكن هذا يأتي في إطار الرسائل المتبادلة بين الإمارات وبريطانيا، لأن بريطانيا لعبت وألقت بثقلها بشكل كبير في مجلس الأمن الدولي من قبل، وكان هناك مشروع القرار البريطاني الذي كان يتم الحديث حوله قبل اتفاق السويد وقبل التوجه إلى السويد للمشاورات. لكن دعنا نشك في هذه اللحظة معنا في الحوار دكتور الباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين التي تنضم لنا عبر الهاتف من المنامة. أهلا بك سيدة ميساء. إذن قرار أممي جديد، بعثة هي استكمال للبعثة السابقة، كيف أو أين تضعين ما يحدث في سياق الملف اليمني؟ وضعا في تصميم دولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم بأي شكل حتى لو تعرقل، أنه في ضغط دولي وفي رغبة دولية كبيرة جدا لإتمام هذا الاتفاق، لأنهم يعتبروه خطوة أولية لوقف الحرب تماما، فهو مزيد من الضغط لإتمام الاتفاق والضغط على الحوثيين بدرجة أساسية. والحوثيين قابلوا هذا أصلا قبل، يعني استبقوا أن القرار أصلا بتصعيد خطابي ضد المبعوث الأممي، لكن أعتقد أنه تصعيد بهدف رفع السقف للتفاوض مجددا، لأنهم في النهاية يبحثون عن اعتراف دولي وعن فبالتالي أنا أتصور أن المسألة لا زالت تأخذ وقتها. طيب في هذا السياق، يعني الحوثيين قاموا بحسب المعلومات المحلية أو التي تأتي من الحديدة، قاموا دكتور محمد بإعادة نشر لقواتهم بداخل المدينة، حتى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تنفيذ القرار مجلس الأمن يقول أن الحوثيين اتخذوا إجراءات أحادية فيما يتعلق بإعادة الانتشار. هناك من يتحدث على أن الحوثيين يقومون بإعادة تمركزات في كثير من المناطق، إلى ما يهدفون؟ بالإضافة إذا ما وضعنا هذا الأمر جنبا إلى جنب مع التصريحات التي تحدثت أنت عنها قبل قليل
الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام، ومع أيضا عدد من التصريحات الأخرى لقيادات أخرى. دكتور محمد. طبعا الحوثيون هم لا يؤمنون بالعملية السياسية، كل المؤشرات التي تصدر عنهم تشير إلى أنهم يستغلون العملية السياسية لأغراض الترويج السياسي والإعلامي ولأغراض نيل المزيد من الاعتراف الدولي بهم كقوة فاعلة تقترب من المشروعية. لكن أن يكون الهدف من خلال ذهابهم للتفاوض هو إيجاد حل للمشكل في اليمن، هذا أبعد ما يكون في تفكيرهم، لأنهم أصلا لا أدبياتهم ولا بنائهم الثقافي والأيديولوجي والفكري يؤمن بالحل السياسي، وإنما هم يؤمنون بالعنف وسيلة لفرض الأمر الواقع والوصول إلى السلطة. لكن ليس تقرير الأمين العام وحده الذي أشار إلى أن الحوثيين اتخذوا إجراءات أحادية، ولكن حتى البيان الصادر عن مكتب الأمين العام عندما قال الحوثيون بأنهم سلموا ميناء الحديدة صدر في اليوم التالي. الحوثيون قالوا يوم الجمعة بأنهم سلموا الميناء، والبيان أو يوم السبت بالأحرى، وفي مساء السبت اليوم ذاته صدر بيان من الأمين العام، مكتب الأمين العام يقول بأن الحوثيين لم يسلموا الميناء، وأن أي عملية تسليم للميناء يجب أن تكون باتفاق الطرفين وبإشراف الطرفين وبوجود الأمم المتحدة. لكن دكتور، الاتهامات تأتي على الأمم المتحدة في هذا، يعني إذا ما تابعت وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام أيضا، هناك اتهامات على الأمم المتحدة بأنها تحابي الحوثيين في هذا السياق، أو أنها تريد فرض واقع غير ما يريده اليمنيون. هو طبعا معظم اليمنيين يرون أن الحوثي أتى إلى السلطة بالقوة، وبالتالي هو مخالف لإرادة معظم اليمنيين في هذه الناحية. والتخوف الذي يتخوف منه هؤلاء هو أن تؤدي هذه السلاسل المتوالية من المحادثات والمفاوضات السياسية إلى تشريع أمر واقع وإضفاء شرعية على الحوثيين الذين أتوا بقوة السلاح. ومن هنا تأتي المخاوف لدى اليمنيين من عمليات الأمم المتحدة التي تبدو وكأنها اعتراف بالحوثي، والحقيقة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليس المسؤولين عن ما وصل إليه الحوثي، وإنما المسؤول عن ما وصل إليه الحوثي هو أداء الحكومة الشرعية وأداء التحالف في الميدان، لأن المجتمع الدولي أتاح 4 سنوات للحكومة وللتحالف لحسم هذه الملفات العسكرية دون أن يحصل ذلك الحسم. صحيح هناك بعض العراقيل والإشكالات والملف الإنسان الذي ضغط أو ركز عليه بقوة لوقف المعارك، لكن الواقع أن 4 سنوات كانت فترة كافية للحسم، لكنها لم تستغل بشكل جيد، وبالتالي الذي أوصل الحوثي إلى هذه المكانة هي الحكومة الشرعية بضعفها بالمقام الأول، والتحالف بالاختلالات التي شابت الأداء على الميدان. أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بالعودة إليك يا أستاذة ميساء، الآن القرار الجديد، يعني كلما سئل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك حول أن هل سيتم نشر قوات، يكون الحديث أنه ليس بعد، القرار تحدث على بعثة سياسية. برأيك هل يمكن أن نصل إلى أن يتحول وجود الأمم في الحديدة إلى وجود عسكري، بمعنى قوات تابعة لعمليات حفظ السلام مثل ما هو موجود في لبنان مثلا؟ لا، احتمال وارد، لكن أتصور أنها ستأخذ وقتها حتى نصل للنقطة، لكن هذا احتمال وارد لا أستبعده، يعني هو احتمال ربما نصل إليه إذا استمر الحوثيين في هذا الشكل بالتعنت، وإذا انهارت العملية تماما فربما تشوف الأمم المتحدة أنه من الأفضل أنها تكون تحت وصاية دولية أو تحت وصاية أممية مدينة، لأنه عملية الحسم العسكري فيها في فيتو دولي ضدها، الحسم العسكري لصالح التحالف، وإمكانية أن الحوثيين يسيطروا وأنهم يهزموا التحالف أيضا غير واردة. والحوثيين هم عندهم دائما مخاوف من أي تكذيبات أمنية، من أي تنازلات أمنية، خصوصا لما أنها تأتي في إطار سياسي غير متكامل،
يضمن لهم الاعتراف الدولي والسعودي الذي هم يتمنونه أو يسعون له يعني. فبالتالي أتصور أنه المسألة بالنسبة لهم لا زالت تأخذ وقتها. الحوثيين هم يهم من هذه العملية كلها هي الوصول لمرحلة أنه الاتفاق النهائي. فبالتالي هذه الاتفاقات الجزئية غير مقنعة لهم، وتظهر من موقف الجناح السياسي في الحركة. لاحظ أيضا أنه في جناح عسكري في الحركة، والجناح العسكري في الحركة أكثر عدائية وأكثر تعنت وأكثر صعوبة في التعامل، وهو جناح قوي وأحيانا لا يأتمر بأمر القيادات. فبالتالي من الصعب الحديث إيش اللي بيحصل داخل الجماعة نفسها، لكن أقدر أقول أنه الجماعة هذه في ظل اتفاقات الجزئية ستجد صعوبة في تطبيقها، لأنهم يسعون لاتفاق سياسي شامل يضمن لهم الاعتراف الدولي الذين هم يسعون له، يضمن لهم وجود ضمانات سعودية تحمي وجودهم في الشمال مقابل أنهم يحموا الحدود السعودية. فأتصور أن هذه المسائل بالنسبة لهم هي الأساسية، لكن أي تنازلات قبل ما يوصلوا لهذا الاتفاق تبدو صعبة جدا أنها يطبقوها أصلا. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذة ميساء. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من إسطنبول، محمد عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات. أهلا بك أستاذ عبد السلام. إذن يعني تبدو الحديدة ذاهبة نحو نوع من التهدئة، خاصة بعد القرار الجديد بنشر 75 مراقب دولي رسميا على الأقل. برأيك ماذا عن الجبهات الأخرى؟ هل ستشهد تصعيدا للقتال أم أنها ستمضي في سياق العام للتهدئة؟ في الظاهر أن الجبهات الأخرى ليس لها علاقة بما تم الاتفاق عليه في الحديدة، لكن هذا لا يعني أننا ذهبنا إلى مرحلة أخرى من مراحل الحرب، ودائما هي المرحلة الأصعب والأسوأ في تاريخ الحروب، وهي مرحلة التدويل، أي بمعنى أن ليس هناك منتصر وليس هناك مهزوم، وتبقى القرارات والسيادة والقرار الوطني كله معلق لصالح جهات خارجية. نحن في اليمن يبدو أننا منذ الانقلاب في 2014 يعني وضعت البلاد ووضعت اليمن على شفا هاوية فعلا، وبالتالي كل ما يحصل الآن هو مكمل لذلك الانقلاب. ويبدو هناك تداخل أيضا مصالح إقليمية ودولية ليس لها علاقة بالصراع فقط اليمني. ومن الواضح جدا إذا شاهدنا الخارطة العامة للجمهورية اليمنية الآن وتقسيمات الصراعات، نجد أن هناك مقاسمة ومحاصصة بين المجتمع الدولي، ويبدو أن الحديدة هي من نصيب الدول الكبار كونها قريبة من ممرات الطاقة وممرات الملاحة الدولية، وأيضا كونها آخر ميناء يعتبر للجمهورية اليمنية يمكن تغذي من خلاله أكثر من 80% من السكان بعد فشل الحكومة اليمنية في تأهيل المواني التي سيطرت عليها الإمارات والسعودية خلال الفترة الماضية. طيب بالعودة إليك أستاذة ميساء، يعني الآن الحكومة والتحالف صوروا أن ما جرى في ستوكهولم انتصار للشرعية في هذا السياق. هناك من يرى أنه بالفعل هناك إذا ما نفذ الاتفاق بالشكل المناسب أنه بالفعل سيكون انتصار، وهناك دلائل يتحدثونها أو موجودة على الأرض تشير إلى أن الحكومة تتجه إلى تحكم أو سيطرة أفضل على الأقل في مناطق سيطرتها. هناك زيارات لأول مرة أوروبية إلى عدن تجري الآن. برأيك ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة لتعزيز أو الاستمرار في خطوات الإيجابية لسيطرة أكبر على أراضي الواقعة تحت سيطرتها؟ هذا مهم، هذه خطوة متأخرة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا مما تأتي. بالطبع بالنسبة لاتفاق ستوكهولم، خلينا نتفق أنه كان مخرج للطرفين، ليس انتصار، لكنه كان مخرج من الحسم العسكري الغير ممكن للتحالف،
بحكم أن هناك فيتو دولي وأعباء سياسية لسقوط المدينة بما فيها من أعباء كثيرة سياسية. وأيضا الحوثي كان بالنسبة له مخرج من الهزيمة في الميناء، ولو أنها مسألة الهزيمة مسألة قلت عنه كثيرا يعني. بخصوص أنه سيطرة الحكومة على مناطقها، هذه طبعا هي الزيارة الدبلوماسية هي مؤشر جيد، لكن المسألة لابد أن تنعكس على مستوى الخدمات. نتصور أن مسألة زي تسليم المرتبات للموظفين ممكن تعمل فارق كبير في مستوى المعيشة للموظفين في استقرار السياسي أيضا، لأنه كثير من الاستقرار السياسي هو ناتج عن حالة الفقر المدقع اللي بتخلي إمكانية استقطاب الشباب من الميليشيات المختلفة عملية سهلة جدا. فأتصور أنه مهم جدا هي استئناف دفع المرتبات، استئناف مسألة الخدمات أيضا، هذه نقطة مهمة يعني. الخدمات بالنسبة لعدن مهمة، أنه الكهرباء، توفير الكهرباء، توفير المياه. فبالتالي هذه قضايا مهمة، إذا الحكومة قدرت توفرها وقدرت تكون قادرة على هذا التحدي هتعمل فارق كبير جدا على المدى القريب حتى وليس البعيد يعني، على المدى السياسي أيضا، لأنه عندما تقدم أنت نموذج أفضل للحياة بالنسبة للناس المقيمين في صنعاء أو المقيمين تحت سيطرة الحوثي، هذا بيبعد كثير من موقف الحوثي من صورته دوليا، من صورته أمام المجتمع، لأن كثير من اللي بيعيشوا في مناطق الحوثي يقول لك الحوثي على الأقل في أمان، في استقرار، في هدوء. يعني بغض النظر عن مدى صحة هذا الكلام، لكن يعني هذه أحد المآخذ الكثيرة على الحكومة حتى دوليا، دائما يقال أن المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي مسيطر عليها بشكل أفضل، خدماتها أفضل، لكنها عموما هي مناطق لن تعرض للحرب أصلا يعني، معظمها اللي تحت سيطرة الحوثي. لكن بغض النظر عن هذه الحيثيات كلها، العالم لا يرى الحيثيات، سيرى الحقيقة أن عدن مدينة مدمرة بسبب الحرب، بينما صنعاء لم تتعرض لعملية التدمير اللي تعرضت لها عدن مثلا. وبالتالي هم لا يرون هذه الحيثيات، لكنهم يرون الناتج والوضع الحالي. في 4 سنوات مرت الحكومة لم تكن حاضرة في عدن، فهل الحكومة ستحضر لعدن؟ هل ستعمل فارق؟ هذا أمر بالتأكيد سيعمل فارق كبير جدا لصالح الحكومة وليس لصالح الحوثي أكيد، وهذا سيكون أفضل من أي معركة عسكرية حقيقة، لأن هذه المشكلة صارت مشكلة غياب الحكومة ومشكلة أدائها السياسي، صارت يعني تزعل من أي انتصار عسكري لها بلا معنى بلا قيمة، ينظر له العالم طيب ماذا ستفعلون بالحديدة عند السقوط، هل ستفعلون بها مثل عدن يعني، كان هذا دائما التساؤل يطرح. فبالتالي هذه القضايا مهم جدا الالتفات لها، لأنها أهم من القضية العسكرية نفسها، ممكن تحدد انتصارات كبيرة على المستوى الدولي أو على المستوى السياسي. أشكرك أستاذة ميساء شجاع الدين، الباحثة والمحللة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. في ذات النقطة أسألك أستاذ عبد السلام، يعني بطبيعة الحال المشهد السياسي فيما يتعلق بعلاقة الحكومة مع التحالف ودول التحالف يشهد تقلبات، فترة هدوء ومن ثم فترة عاصفة، خاصة فيما يتعلق مع العلاقة بالإمارات. الآن يبدو أننا في إطار فترة تهدئة، هل نتوقع استمرار هذه الفترة في لمدة قد تطول، أم أننا قد نشهد يعني مواجهات، إشكالات معينة فيما سيأتي من الأيام برأيك؟ بالنظر لهذا الموضوع، الإشكالية الحقيقية نستطيع أن نقول أن هل التحالف يرى في قيادة الشرعية الحالية الموجودة الآن على سدة الحكم، هل يرى فيها حليف استراتيجي مستقبلي؟ بالإجابة على هذا السؤال نستطيع أن نحدد ما الذي يحصل الآن وماذا حصل سابقا وحتى ما الذي يحصل لاحقا. أنا أعتقد يعني، وهذا رأي شخصي، أن التحالف غير مطمئن لهذه القيادة، وبالتالي يرى فيها مزيج من الخصوم والأصدقاء أيضا، بمعنى أنه غير مطمئن تماما، وبالتالي تم عرقلة الانتصار العسكري على الأرض خلال الفترة الماضية، وكان التحالف قادر على دعم القوات الشرعية للوصول إلى لتحقيق انتصارات حقيقية. أيضا كان قادر التحالف على يعني استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة، ولم يفعل ذلك، بمعنى أنه غير مطمئن فعلا لهذه القيادة، بالتالي معناه أنه قد يذهب
او قد يدعم ذهاب لحلول سياسيه اكثر من دعم اي انصار للحكومه الحاليه، وبالتالي سيستمر الوضع الحالي وستستمر التجاذبات من خلال تبادل الادوار داخل اطراف التحالف لعدم حصول استقرار كامل او استعاده للدوله من خلال هذه المنظومه الحاكمه الان. هذا للاسف يعني انا اقوله بكل صراحه. طيب ما الذي يمكن ان يعطي تطمينات للتحالف في سياق اداء الحكومه الشرعيه في 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 اليمن؟ هل يمكن ان يكون هناك بعض المؤشرات التي تعطيهم هذه الضمانات؟ انا اعتقد ان التحالف يعني لديه بعض الاشتراطات، من ضمنها اعتقد مصالحه عامه سياسيه كامله في اليمن، بحيث ان تكون لكل المشاركين في منظومه الحكم لا يوجد استبعاد لا مناطقي لا على مستوى او مناطقي ولا مذهبي ولا حزبي، بمعنى انه يريد اشراك الجانب الذي يعتقد انه ليس قريب من ايران من الحوثيين في الحكم، وذلك من خلال مفاوضات طويله تمت في الظهران الجنوب خلال الفتره الماضيه، وهذا واضح الامر يعني يقوده محمد عبد السلام يقود هذا الفريق. لا استطيع اقول انه فريق سياسي وهناك فريق عسكري داخل الحركه الحوثيه، لا ابدا، الحركه الحوثيه هي حركه عسكريه انقلابيه مدعومه من ايران، لكن يحاول التحالف فكفكه هذا التحالف الداخلي، اضافه الى الاستفاده من الايمانيه التي كانت ذات عمق داخل الدوله خلال الفتره الماضيه. ايضا هو يريد مشاركه كبيره واسعه جدا للحراك الجنوبي في الحكم دون اقصاء على يعني على اثر الصراع الذي حصل بين منطقتي ابين وضاله خلال فتره الحرب في 86 والتي لا زالت مؤثره حتى الان، ويريد ايضا مشاركه النظام السابق بقيادته حتى ولو بجزء من عائله صالح بدون سيطره كامله. هذه الأشياء كلها هو يريد التحالف أن يتركها للوقت حتى يعود اليمنيين لذلك، والحقيقة أن الوقت ليس لصالح التحالف وليس لصالح اليمن، بالتالي اليمن تذهب تدريجيا لصالح أولا سيطرة كاملة للحركة الحوثية في الشمال، ثانيا دخول بعض مناطق اليمن وضمن القرارات الدولية وضمن النزاع الدولي وضمن الصراع الدولي، يعني قد لا نستبعد ان تدخل دول اخرى مثل تركيا مثل روسيا مثل بريطانيا في المشهد العسكري خلال الفترة القادمة. ايضا هناك تشرذم وانفصالات وحركات صراع في الجنوب الى جانب حركات ارهابيه تنشا الان اصبحت اكثر عنفا وتطرفا مثل داعش الى جانب القاعده، وايضا تذهب كثير من المناطق تحت سيطره غير شرعيه مثل المهرة مثل حضرموت موانئ حضرموت وعدن في اطار يعني غير واضح ما بين في اتفاقيه بين الشرعيه ودول التحالف. هذه الامور كلها تعني لنا ان هناك رؤيه ضبابيه خلال الفتره القادمه. اعتقد ان الحرب ستستمر واعتقد ان الفوضى ستزيد خلال الفتره القادمه ما لم يتم يعني مراجعه حساباتها وتقييم الفتره الماضيه واستعاده سلطه الدوله اولا ثم البدء في اجراءات الاصلاحات السياسيه. اشكرك استاذ عبد السلام محمد رئيس مركز ابعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.